اليوم 8 اكتوبر لقائي مع العقيد عسافي يقول قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي. انا بنفذ المهمه وبرجع تاني لمنطقه تمركزي في وادي النخيل. بعد ما نفذت المهمه ورجعت لمنطقه تمركزي في وادي النخيل انا بنزل الدبابات على بعد 3 كيلو بصواريخ بتقطع 3 كيلو في 27 ثانيه. في 27 ثانيه. واحنا لما رجعنا تاني لمنطقه تمركزنا في وادي النخيل بعد تفريج المهمه بصيت لقيت اثنين محمد المصري قايل فن. تقول ايه؟ بصيت لقيت نفسي في موقع قياده الفرقه الثانيه عند العميد حسن ابو سعده قائد الفرقه الثانيه. لقيته ولقيت واحد معاه قاعد على كرسي مركبه تكتيكة الاسير. بس دي حره فيه وقت في الارض ذليل لان هو لما وقع في الاسد مش متقدم الاول اللي هو ايه؟ للعميد حسن ابو سعده. طلب طلبين كوبايه ميه والبنت ضرب دبابته. جبت له كوبايه الميه وبعت له من كتير. مجرد بعلم ان محمد المصري اللي دمر دبابته واقف قدامه رفع وشه لفوق وقتلت تحيه العسكريه. هنا مهما حكايتش